بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. النهاردة بالتأكيد حلقة هيكون فيها تفاصيل وكواليس وأخبار متعلقة بنتيجة أمس والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الأهلي ويانج أفريكانز في دار السلام، ومن ثم تصدر الأهلي للمجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط. حلقة النهاردة هيكون في إطلالة على نتائج مباريات دوري أبطال إفريقيا، المرحلة القادمة، موعد ومكان مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بعد تحديد المكان والملعب والتوقيت أيضا بشكل رسمي صباح اليوم. كمان هنتكلم على بعض الأخبار المتعلقة بفريق النادي الأهلي في ظل أن مارسيل كولر غدا بإذن الله هيستقر على قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية، في ظل أن خلاص باقي من الزمن ما يقرب من حوالي 12 يوم على أولى مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية يوم 15 ديسمبر مع الفائز من بين اتحاد جدة السعودي أو أوكلاند سيتي النيوزيلندي. حلقة فيها كواليس كتيرة، فيها تفاصيل مهمة، فيها أخبار ومعلومات، يعني كالعادة بنحاول نسبق وبنحاول نقول لكم إيه الجديد في الفترة اللي جاية. ولكن بسرعة عشان وقت الحلقة نبدأ حلقتنا النهاردة بسؤال حلقة اليوم، وسؤال النهاردة عايز أعرف رأي حضراتكم في شكل المنافسة في دوري أبطال إفريقيا بعد خوض جولتين من دور المجموعات، الجولة الأولى والجولة الثانية، ونتائج المجموعات فيها مفاجآت مدوية. عايز أعرف من وجهة نظركم شكل المنافسة إزاي بعد ما خسارة ما يقرب من 5 فرق عربية في المرحلة الثانية، وبالتالي تغيير كبير جدا في شكل المجموعات. تقدروا تشاركوا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من آرائكم على شكل المنافسة في دوري أبطال إفريقيا بعد مباراتين في كل المجموعات، المجموعات الأربعة في دوري الأبطال. لكن بسرعة نروح لأهم العناوين. البداية في ترند الأهلي، كولر يمنح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم، وكمان رسميا مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في استاد برج العرب، وأخيرا الأهلي يرسل قائمة كأس العالم للأندية غدا. نروح لاستعراض مباريات اليوم والنهاردة، السبت الممتاز أو الحد، النهاردة الحد الممتاز لأن امبارح السبت ما كانتش فيه مباريات كبيرة في الدوريات الأوروبية. النهاردة يمكن في الشوط الأول انتهت نتائج 4 مباريات بنتائج مثيرة جدا. بورنموث بيستضيف أستون فيلا وما زال التعادل الإيجابي 1-1، تشيلسي متقدم على برايتون على أرضه 2-1، وستهام يونايتد على أرضه ووسط جمهوره متقدم على كريستال بالاس 1-0، وفي نتيجة مفاجأة ليفربول على أرضه متعادل 2-2 مع فولهام. فولهام كان تقدم بهدف ثالث ولكن تم إلغاء الهدف في الثواني الأخيرة من الشوط الأول اللي امتد لحوالي 13 دقيقة وقت بدل ضائع. الساعة 6:30 مباراة قمة، مباراة مهمة جدا ما بين المان سيتي مع توتنهام هوتسبير. طيب نروح للدوري الأسباني، ومنذ قليل انتهت مباراة ريال مايوركا مع ديبورتيفو ألفيس بالتعادل السلبي 0-0. الساعة 5:15 ألماريا بيستضيف ريال بيتيس، والساعة 7:30 إشبيلية بيستضيف فياريال، وفي الساعة 10 قمة مباريات الدوري الأسباني لاليجا، برشلونة بيستضيف أتلتيكو مدريد. نروح للدوري الإيطالي، ومنذ قليل أيضا انتهت مباراة ليتشيو مع بولونيا بالتعادل الإيجابي 1-1، وفرونتينا في هذه اللحظات متقدم على سارنتانا 2-0، وأودينيزي متقدم على هيلاس فيرونا 2-1. الساعة 7 ساسولو بيستضيف روما، وفي الساعة 10 إلى ربع قمة مباريات الدوري الإيطالي نابولي بيستضيف إنتر ميلان. دي أبرز مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والدوري الأسباني والدوري الإيطالي. تفاصيل أكتر وأخبار وكواليس ولكن بعد الفاصل. بالأمس عاد الأهلي بنتيجة إيجابية من دار السلام في تنزانيا بعد التعادل الإيجابي مع يانج أفريكانز بهدف لكل فريق. النادي الأهلي كان قاب قوسين أو أدنى من إحراز 3 نقاط والعودة من تنزانيا منذ فترة طويلة بانتصار مهم جدا، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن. يمكن في الدقيقة 94 أو في الدقيقة 93 قدر يانج أفريكانز يتعادل مع النادي الأهلي. ليست من النتائج المرجوة أو ليست من النتائج المعروفة عن النادي الأهلي أن يكون متقدم ثم يتعادل الفريق المنافس في الثواني الأخيرة. كان دائما وأبدا جماهير النادي الأهلي متعودة أن النادي الأهلي بيتقدم أو بيعمل الفارق في الثواني الأخيرة أو في الدقيقة 90، وأحرز بطولات كتير حتى في الدقائق دي. ولكن امبارح الأهلي تقدم في الدقيقة 87
حتى احنا كمشجعين على الاقل، يعني مش هقول حتى كمختصين او اعلاميين، تيقنا ان المباراه ممكن تكون انتهت، ولكن قدر يانج افريكانز يتعادل في الدقيقه 94، وبالتالي الكل وصف حتى النتيجه امبارح تعادل بطعم الخساره. ولكن لما تبص في الدقيقه 91 هو في الوقت بدل الضايع، لكن لما تيجي تبص على نتيجه ماتش الاهلي ويانج افريكانز وتقارن نتائج الفرق العربيه في الجوله الثانيه تحديدا من دوري ابطال افريقيا، يعني تقول الحمد لله اللي عدت بالشكل ده، في ظل ان برضو الناس كانت متخوفه ان الاداء في الفتره الاخيره ما كانش على ما يرام. فالاهلي الحمد لله قدر يرجع بنتيجه ايجابيه في ظل ان الترجي التونسي خسر خارج ارضه على نفس الملعب من الهلال السوداني، شباب بلوزداد الجزائري خسر خارج ارضه امام ميديام الغاني في كوماسي، بيراميدز خسر امام نيوازيب الموريتاني اللي لاول مره يشارك في دوري المجموعات لدوري ابطال افريقيا، اول انتصار لفريق موريتاني في دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا، فهذه خساره كمان لبيراميدز. الوداد خسر في اسك، خسر على ارضه امام جالاكسي. تبص على النجم الساحلي على ارضه ووسط جمهوره بيخسر من بيترو اتلتيكو دي لواندا الانجولي 2-0. فكلنا ساعه المباراه بتاعت الاهلي ويانج افريكانز قلنا تعادل بطعم الخساره، ولكن لما تيجي تبص على نتائج الفرق العربيه الكبيره اللي الكل بيرشحها لبلوغ الادوار القادمه، لا تعتبر نتيجه الاهلي من النتائج الايجابيه اللي اتحققت في الدور الجوله الثانيه من دوري ابطال افريقيا. هذا التعادل هيجعل مباراه الاهلي وشباب بلوزداد يوم الجمعه القادمه مباراه صعبه جدا، لان تفرق كتير وانت بتلعب مع شباب بلوزداد على ارضك وسط جمهورك وانت 6 نقاط والفريق الجزائري 3 نقاط، وبالتالي الفريق الجزائري مش عايز يخسر، عايز يطلع باي نتيجه ايجابيه، وانت في نفس الوقت بتلعب يا اما على التعادل يا اما على المكسب. كسبت يبقى قطعت اكتر من 70-80% من المشوار، اتعادلت يبقى انت هتلعب على التعادل الايجابي او السلبي حتى في الجزائر في الجوله الرابعه. ولكن دلوقتي ترتيب المجموعه انت 4 نقاط، ميديامة 3 نقاط، بولزداد 3 نقاط، يانج افريكانز نقطه، وبالتالي كل حسابات المجموعه متساويه. يبقى المباراه اللي جايه لا بديل عن الفوز، عشان تحسم مشوارك بدري لازم تخلص المباراه اللي جايه في برج العرب ان شاء الله بمكسب مهم جدا، عشان على الاقل لما تروح كاس العالم تبقى انت قفلت ملف افريقيا مؤقتا بشكل ايجابي جدا. اللي يتفرج على مباراه امبارح ويقارنها بالمباريات الاخيره في الدوري او حتى في مباراه الدوري الافريقي، الاهلي امبارح كان ايجابيا اكتر على المرمى. الشوط الثاني تحديدا الاهلي قدر يفرض سيطره واسلوب واداء على الفريق المنافس. واللي مزعل الناس وخلى الناس كلها تقول تعادل بطعم الخساره ان انت امبارح كنت قاب قوسين او ادنى من الفوز بهدفين او 3 اهداف وتحقيق 3 نقاط. وهدف بيرسي ده في الدقيقه 87 سبحان الله، يعني في فرص قبلها كانت اسهل من كده تم اهدارها ولم تحرز او لم ينجح الاهلي في احرازها الى اهداف. ولكن امبارح كولر عمل نقطه جديده ما حصلتش من فتره طويله، عمل تغيير في الدقيقه 45 بين الشوطين. اول ما شاف امام عاشور مش موفق في الشوط الاول نزل على طول بمحمد مجدي قفشه، وقفشه الفتره الاخيره بصراحه ظاهر بشكل كويس، بيأدي بشكل كويس، رمانه ميزان في وسط الملعب بشكل مناسب جدا في خط وسط النادي الاهلي. نزول عمرو السوليه انا شايفه نقطه ايجابيه مهمه جدا، رغم اننا كنا توقعنا ان عمرو السوليه ممكن يتم الدفع بيه في مباراه سموحه على استاد المقاولين في ظل ان انت ما عملتش غير تغييرين فقط، ولكن كولر دفع بعمرو السوليه في ظروف صعبه في ارضيه ملعب صعبه في اجواء رطبه جدا خارج القاهره مع فريق من تنزانيا. ولكن السوليه لما بينزل في وسط الملعب بيطمنك، السوليه من العناصر الخبره المهمه جدا. امبارح كمان كهربا، قلت في كذا حلقه قبل كده وجود كهربا في راس الحربه او في مركز المهاجم بيدي نشاط وحيويه. امبارح حسين الشحات ما كانش موفق في اللمسه الاخيره، وحسين الفتره اللي جايه محتاج يركز في اللمسه الاخيره. حسين بيعمل مجهود كبير جدا عشان يقدر يستلم الكورة ويتحرك وياخد أماكن كويسة، ولكن اللمسة الأخيرة لو فيها سن التركيز حسين هيبقى من هدافين الفريق الموسم الحالي. عموما امبارح أكتر نقطتين ممكن نقلق أو نحاول نسأل ونطمن عليهم محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم. موقف المصابين، وده يخليني أروح لفكرة موقف المصابين. أنطوني مودست ما لعبش مباراة سموحة، ما لعبش مباراة يانج أفريكانز، وغالبا هيبقى في اختبار طبي خلال ال 24 ساعة اللي جاية عشان يطمئنوا على حالة مودست استعدادا لمباراة بوليزداد. الخبر اللي عندي ان في أشعة هيجريها مودست خلال الساعات اللي جاية على العضلة الضمة عشان يتعرف موقفه النهائي
من المشاركة في مباراة بلوزداد، أو على الأقل موقفه من القيد في قائمة كأس العالم للأندية اللي هيتم إرسالها بكرة. فأنطونيو موديست لسه الموقف مش واضح بنسبة 100% في انتظار نتيجة الأشعة. ولكن عايز أطمنكم على حالة ياسر إبراهيم. حالة ياسر إبراهيم حالة جيدة جدا، هيخضع لاختبار طبي غدا. الكدمة اللي تعرض لها في الركبة بعد الاصطدام اللي حصل بينه وبين محمد الشناوي كانت كدمة قوية جدا، ما قدرش يكمل المباراة، وحتى الأهلي عمل تغيير في الثواني الأخيرة بنزول خالد عبد الفتاح مكان ياسر إبراهيم، دخل محمد هاني في قلب الدفاع بجوار رامي ربيعة، وخالد لعب باك رايت في آخر دقيقتين ثلاثة يعني. لكن عايز أطمنكم إن فرص مشاركة ياسر في لقاء بلوزداد واردة بنسبة كبيرة جدا. محمد عبد المنعم المفروض كان تعرض لالتواء في الكاحل، ويمكن الإصابة تعرض لها في آخر 5 دقائق في التدريب، كان في كرة مشتركة مع حسين الشحات طلع ونزل، طبعا بسبب أرضية الملعب حصل التواء في الكاحل، حصل تورم، كان صعب جدا الجهاز الطبي بقيادة الدكتور أحمد جبلة طبيب الفريق يحسم في وقت إصابة محمد عبد المنعم غيابه قد إيه. انتظر لغاية لما الورم هدي شوية. النهاردة الفريق وصل من تنزانيا صباح اليوم، المفروض النهاردة محمد عبد المنعم بيعمل أشعة رنين تحديدا عشان الجهاز الطبي بكرة يبص على نتيجة الأشعة ويطمئن على حالة محمد عبد المنعم. وارد إن الجهاز الطبي مع الجهاز الفني يفضل يريح محمد عبد المنعم ماتش بلوزداد، ما يكونش موجود في مباراة بلوزداد، ولكن فكرة تواجد محمد عبد المنعم في قائمة الفريق في كأس العالم للأندية قبل نتيجة الأشعة الكلام مطمئن، يعني الكلام بيقول بنسبة 60-70% محمد إن شاء الله موجود ويلحق مباراة كأس العالم للأندية. ولكن عشان نحسم الموقف، النهاردة محمد بيعمل أشعة عشان بكرة الجهاز الفني والجهاز الطبي يطمئنوا ويدرسوا الحالة ويشوفوا الحالة بالظبط محتاجة أجازة أسبوع، أجازة 10 أيام، بحيث إن شاء الله قبل السفر إلى السعودية أو حتى في وقت السفر الفريق إلى السعودية يكون قدامنا يومين ثلاثة محمد ينسجم ويخش في التدريبات الجماعية ويكون جاهز إن شاء الله الأولى للمباريات يوم 15 أمام اتحاد جدة. بنسبة كبيرة يعني هيكون اتحاد جدة هو الأقرب للمشاركة أمام النادي الأهلي في أولى المباريات يوم 15 ديسمبر. فبالتالي ده موقف ياسر، موقف منعم، موقف أنطوني مودست. طيب قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية بكرة يوم الاثنين إن شاء الله الأهلي هيرسل القائمة الرسمية. أنت في قائمة مبدئية اخترتها في شهر 10 كانت من 35 لاعب، عليك أن تختصر هذه القائمة إلى 23 لاعب. بكرة القائمة كولر هيحددها وهيرسلها إلى اتحاد الكورة. القائمة هترسل إلى الاتحاد المصري مش للاتحاد الدولي. الناس فاهمة موضوع القيد بتاع البطولات الدولية اللي زي دي بشكل مختلف شوية. القائمة هتبعتها لاتحاد الكورة. اتحاد الكورة عنده مهلة يوم 5/12 ويوم 6/12 ويوم 7/12. يعني الأهلي يبعتها يوم الاثنين، اتحاد الكرة عنده الثلاث والاربع والخميس يراجع القايمة، يراجع إجراءات القيد ويعتمد القايمة ويبعتها للفيفا بحد أقصى قبل يوم الخميس اللي جاي 7 ديسمبر. دي الإجراءات المتعلقة بقايمة الأهلي. بالمناسبة القايمة لو اتناقشنا مع بعض فيها، مثلا عندك محمد الشناوي ومصطفى شوبير في حراسة المرمى، لازم يكون في حارس ثالث ما بين حمزة علاء ومصطفى مخلوف. لو هتركز في كل مركز ممكن يكون فيه لعيب اساسي ولعيب احتياطي، مثلا هتلاقي في الجبهه اليمنى في هاني محمد هاني وفي اكرم توفيق. موقف خالد عبد الفتاح اكيد بكره هيشوفه مارسيل كولر، لان ما عندوش في الدفاع غير 3 ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، ورامي ربيعه. هل ممكن ياخد خالد عشان مركز الدفاع محتاج يكون فيه 4 بدل 3؟ ده هنشوفه بكره. في الجبهه اليسرى في علي معلول وفي كريم الدبيس. في وسط الملعب مساحة الاختيار أفضل شوية. كريم نيدفيد كان عنده إصابة، فبنسبة كبيرة جدا هيكون موجود إمام عاشور مع أليو ديانج مع مروان عطية. السولية بعد دخوله مباراة يانج أفريكانز وارد وجوده في قائمة كأس العالم، وده هيتحدد أكتر بكرة إن شاء الله، لأن كمان ممكن نشوف السولية في مباراة شباب بلوزداد. كمان هيكون موجود محمد مجدي أفشة مع إمام عاشور زي ما قلت لحضراتكم. عندك على الأطراف في ظل غياب رضا سليم بتتكلم هيكون موجود حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، احمد نبيل كوكا، محمود عبد المنعم كهربا، كريم فؤاد. دول بيتواجدوا بشكل اساسي كتير الفتره الاخيره، فممكن يكونوا موجودين، مفيش خلاف على هؤلاء الاسماء. موقف مودست هيتحدد بكره في الاختبار الطبي ان شاء الله. لو مودست جاهز وشوفي من العضله الضمه وجاهز
هيكون موجود في القائمة. الاختيار بقى ما بين صلاح محسن، أحمد عبد القادر، ده هنشوفه في الساعات الجاية، ولكن القائمة مش هتخرج عن الأسماء اللي احنا قلناها. ليه؟ عندك محمود متولي لسه مصاب وما لعبش مباريات منذ فترة طويلة، عندك كريم نيدفيد مصاب، عندك محمد كريستو اللاعب التونسي مصاب، عندك رضا سليم مصاب، فبالتالي قائمة الاختيارات احنا قلنا دلوقتي ما يقرب من حوالي 24 25 اسم، هيتم الاستقرار على اختيار 23 منهم عشان يتم إرسال القائمة بإذن الله بكرة قبل 12 من مساء غد الاثنين. آخر حاجة مباراة الأهلي وشباب بولوزداد، المباراة دي اتغير ميعادها كذا مرة واتنقل مكانها كذا مرة. ماتش يوم السبت 9 ديسمبر، لا بقت الجمعة 8 ديسمبر. الماتش كان الساعة 9 بالليل، بقت الساعة 6 بالليل، الساعة 6 مساء. الماتش كان ممكن يتلعب في السلام، لا الأهلي كولر فضل إنه يلعب في استاد برج العرب، وعلى فكرة جزء من اختيار كولر إن المباراة تتلعب في برج العرب إن أنت ما عندكش مباراة في الدوري. فأنت الفارق الزمني ما بين المباريات يسمح لك إنك ممكن تسافر اسكندرية. لما جه يلعب مع مباراه ميديانا الغاني ليه يلعب في السلام؟ لان عنده مباراه في الدوري بعدها ب 72 ساعه او 48 ساعه، فما كانش ينفع يسافر برج العرب. شايف هو السفر لاسكندريه الذهاب والعوده والدخول في معسكر ممكن يسبب اجهاد للعيبه، ولكن بعد تقديم مباراه شباب بلوزداد ليوم الجمعه وتاجيل مباراه زد ومفيش مباريات لغايه السفر الى السعوديه يوم 10 او 11 ديسمبر، فبالتالي بقى كولر عنده خيارات افضل في اختيار الملعب. استاد القاهره للاسف مغلق، وانا قلت الموضوع ده قبل كده وشرحته باستفاضه، وموقف استاد السلام كان في المباراه السابقه فقط، واستاد المقاولين ليس من الملاعب المعتمده، فاختياراتك كلها بتنصب في حدود من 5 إلى 6 ملاعب المعتمده قبل انطلاق مباريات دور المجموعات. استاد هيئه قناه السويس في اسماعيليه، استاد محافظه السويس، استاد السويس في المحافظه يعني، استاد برج العرب، استاد القاهره، استاد السلام، استاد 30 يونيو. على فكره الناس اعتقدت ان الاهلي لو راح اسكندريه ممكن يلعب في استاد اسكندريه. استاد اسكندرية ليس من الملاعب المعتمدة لدور المجموعات على فكرة، عشان الناس اختلط عليها الأمر فاكرة استاد اسكندرية ممكن يتلعب عليه مباريات دور المجموعات، لا استاد اسكندرية خرج من الملاعب المعتمدة، وبالتالي كولر اختار استاد برج العرب، والنهاردة تم اختار الاتحاد الإفريقي إن المباراة إن شاء الله هتتلعب على استاد برج العرب. فرسميا الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا الجمعة اللي جاية على استاد برج العرب الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، وفي خلال ساعات بالتأكيد شباب بلوزداد هيتم اختاره بهذه التفاصيل عشان يقدر يحجز فندق الإقامة والتدريبات أكيد في برج العرب، لأن الأمر هيختلف لو كان لعب في القاهرة عن السفر إلى الأسكندرية. دي أبرز الأخبار والكواليس والتفاصيل المتعلقة بنتيجة مباراة أمس وما هو قادم بالنسبة للأهلي وموقف أيضا اللاعبين المصابين. نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع، عندي إطلالة كده سريعة على نتائج الجولة الثانية، ترتيب المجموعات اللي فيها مفاجآت، وهل التحكيم كان سبب رئيسي في خروج بعض المباريات بهذه النتائج أم لا؟ كل ده ولكن بعد الفاصل. زي ما شفت حضراتكم يمكن دي كواليس عودة الفريق من تنزانيا بالأمس، ومعالي السفير شريف إسماعيل سفير مصر في تنزانيا كان حريص أن يكون موجود مع البعثة ومع الأستاذ محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس البعثة حتى استقلال الطائرة العائدة إلى القاهرة، والحمد لله الفريق وصل بسلامة الله صباح اليوم بعد أداء مباراة الأمس. تعالوا بقى طيب نعمل إطلالة سريعة كده على مباريات ونتائج الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا، لأن في نتائج فيها مفاجآت. أولاً اتلعبت مباراتين يوم الجمعة 1 ديسمبر، الهلال كسب الترجي في ملعب بنجامين مكابة في دار السلام، لأن الهلال ما بيلعبش في السودان، ملاعب السودان غير معتمدة وفي مشاكل هناك تنظيمية في السودان، فبالتالي الهلال اختار يلعب في تنزانيا، فبالتالي كسب الترجي 3-1 وأشعل المجموعة، خاصة إن الهلال دلوقتي بقى 3 نقاط زي الترجي وبترو أتليتيكو كسب بقى 6 نقاط. أيضا في مفاجأة
شباب بلوزداد بعد ما كان متقدم على ميديان الغاني بهدف خسر في اللحظات الأخيرة 2-1، وبالتالي أيضا دي كان ضمن مباريات مجموعة الأهلي، وبالتالي المجموعة بقى فيها نقاط قريبة من بعضها. نروح لباقي المباريات واستكمال جولة الأمس. امبارح اتلعبت 6 مباريات. الساعة 3 العصر كان في مباراتين. تي بي مازيمبي عمل مفاجأة وكسب مامولودي سان داونز 1-0، لأن سان داونز دايما كعبه عالي على مازيمبي، ولكن مازيمبي قدر يكسب وسان داونز واجهه سوء حظ كبير جدا. كمان يوان جالاكسي مع سيمبا في مباراة ضعيفة جدا انتهت بالتعادل السلبي. نوازيب الموريتاني حقق كبرى المفاجآت مع الفارق الكبير في الإمكانيات المادية في الإمكانيات الفنية، لكن نوازيبه قدر يكسب بيراميدز 2-0. يانج أفريكانز مع الأهلي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، وأسك ميموزا كسب الوداد في أبيجان بهدف مقابل لا شيء، وموقف الوداد دلوقتي بقى صعب جدا. كمان بيترو أتلتيكو دي لواندا خارج أرضه وفي تونس كسب النجم الساحلي 2-0. طب نستعرض مع بعض كده بقى ترتيب المجموعات. دلوقتي المجموعة الأولى الجروب A، المجموعة متشابكة، كل الفرق 3 نقاط، سان داونز ب3 نقاط، مازيمبي 3 نقاط، نوازيبو 3 نقاط، بيراميدز 3 نقاط، ولكن سان داونز ومازيمبي حظوظهم أكبر. ليه؟ أولاً مازيمبي هيلعب مع نوازيبو الجولة الثالثة والرابعة، لو قدر يحصد 4 نقاط أو 6 نقاط من نوازيبو هيبعد بشكل كبير جداً قبل آخر مباراتين. نفس الأمر بيراميدز عنده مواجهة صعبة جداً يوم الأحد اللي جاي مع مامولودي سان داونز زي النهاردة في بريتوريا، ماتش هيتلعب الحد مش السبت. فبالتالي بيراميدز عشان يحاول يقرب من المنافسه لازم يرجع بنتيجه ايجابيه، ما يخسرش في بريتوريا، ولكن سان داونز عنده فرصه ان يكسب بيراميدز ويعمل نتيجه ايجابيه في القاهره، وبالتالي يبقى ساعتها مازيمبي وسان داونز قبل اخر جولتين يقدروا يبعدوا شويه عن وزيبو وبيراميدز. خساره بيراميدز في موريتانيا قد تقصي مبكرا من دور المجموعات. نروح للمجموعه بي، المجموعه الثانيه اللي فيها مفاجآت. أسك ميموزا 4 نقاط، يوان جالاكسي 4 نقاط، سيمبا نقطتين، والوداد في المركز الأخير بلا رصيد. الجولة الثالثة والرابعة الوداد ما عندوش فرصة إلا غير إنه يكسب سيمبا، لازم يكسب سيمبا رايح جاي، لو تعادل المباراة بنسبة كبيرة خرج، وبالتالي دي نتيجة الوداد وسيمبا. طيب لو هنتكلم على أسك وجالاكسي، أنا بقول لكم من دلوقتي أسك هيكسب جالاكسي البتسواني رايح جاي، وأسك حاليا مرشح بنسبة كبيرة أن يكون في صدارة المجموعة قبل بداية الجولة الخامسة، ممكن يبقى 10 نقاط. في المباراتين دول تحديدا اللي هيحسم ترتيب المجموعة ما بين أسك وجالاكسي الحكام المصريين. محمد عادل هيدير مباراة جالاكسي مع أسك في بتسوانا، وأمين عمر في أبيجان هيدير مباراة أسك مع جالاكسي. نروح لجروب سي، المجموعة الثالثة واللي أيضا فيها مفاجأة بصدارة بيترو أتلتيكو. عندك في البداية بيترو أتلتيكو دي لواندا بطل أنجولا في الصدارة ب6 نقاط، وأنا برشح بيترو أتلتيكو بنسبة كبيرة ممكن يتصدر هذه المجموعة ويعمل مفاجأة مدوية، ولكن تتوقف على نتيجة مباراته مع الترجي في الجولة اللي جاية في تونس. على فكرة بيترو أتلتيكو قاعد في تونس، مش هيرجع بعد ماتش النجم الساحلي، هيقعد في تونس عشان يلعب الماتش الجاي مع الترجي. الهلال عمل مفاجأة كسب الترجي ب3 أهداف مقابل هدف، والنجم الساحلي نتيجة ضعف العنصر البشري لعيبة بلا خبرات بيلعب خارج سوسة، فخسر المباراتين سواء من الترجي او حتى من بيترو أتلتيكو. المجموعه دي مجموعه متشابكه، وهتفضل المنافسه في اللحظات الاخيره ما بين الترجي والهلال وبيترو أتلتيكو. قبل ما اروح لمجموعه الاهلي، يوم 19 ديسمبر هتبقى فيه مفارقه غريبه شويه. كلنا عارفين ان ماتشات دوري الابطال ممكن تتلعب على نفس الملعب، مباراه الجمعه ومباراه السبت، او مباراه السبت ومباراه الحد، ولكن في سابقه تاريخيه يوم 19 ديسمبر ملعب دار السلام هيستضيف مباراتين في نفس اليوم، في نفس اليوم الساعة 3 سيمبا هيلعب مع الوداد في ملعبه في تنزانيا، على نفس الملعب الساعة 9 بالليل الهلال هيستضيف النجم الساحلي على نفس الملعب. يعني عندك فرصة انك تحضر مباراتين في نفس اليوم في دوري ابطال افريقيا في دور المجموعات، ده ما حصلش قبل كده، وده طبعا راجع نتيجة ان الهلال بيلعب على ملعب تنزانيا كل مبارياته. اخر حاجه معايا المجموعه الرابعه، الاهلي الحمد لله في الصداره ب4 نقاط. نفسي يعني من 11 سنه كده ما حصلتش الاهلي كسب اول مباراتين، ولكن 4 نقاط. شباب بلوزداد مركز الثاني 3 نقاط، ميدياما مفاجاه كسب 3 نقاط، يانج افريكانز نقطه. الماتش الجاي مع بلوزداد يوم الجمعه برج العرب لا بديل عن الفوز عشان تبعد في المنافسه، لان وارد جدا ماتش ميدياما ويانج افريكانز تلاقي ميدياما كسبان يانج افريكانز، ففجاه تلاقي ميدياما في الجوله الثالثه والرابعه دخل في المنافسه وبيزاحم الاهلي وشباب بلوزداد. ده ترتيب المجموعات وده شكل المنافسة
في الجولة الثانية. طيب نروح بقى للمحلل الفني الأستاذ شريف عبد المنعم، عنده تحليل مهم جدا على مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، وكمان إطلالة سريعة على مباريات دور المجموعات. أستاذ شريف مساء الخير، برحب بيك على شاشة قناة الأهلي. اهلا بيك يا استاذ سعيد، مبسوط اني متواجد معاك، واهلا بيك وبالساده المشاهدين، ومبسوط اني متواجد على قناه النادي الاهلي. طيب في البدايه عايز اعرف تعليقك على الاداء الفني في مباراه الامس، النقاط الرقميه اللي ممكن تكون رصدتها من لقاء يانج افريكانز والاهلي. خلينا نتكلم عن الاهلي بشكل عام، مش مباراه يانج بس. امبارح الاهلي في الفتره الاخيره بيعاني من مشاكل كبيره جدا، وده ناتج طبعا من ده نتيجه طبعا سوء النتائج وعدم التوفيق والاهداف القليله اللي بيسجلها والاهداف الكتيره اللي بتدخل في مرمى النادي الاهلي. يمكن لو جينا نتكلم بشكل اشمل شويه ايه اللي حصل في النادي الاهلي السنه دي عن السنه اللي فاتت، هي نفس اللعيبه وهو نفس الجهاز الفني، ولكن لو هنتكلم بشكل ادق هنلاقي ان الاهلي بيفتقد لحاجات كتيره جدا تساعده على الاستمرار في النجاح. هو الفكره مش ان انت تنجح وبس، الفكره ان انت تقدر كمان تستمر في القمه. طب ايه اللي بينقص الاهلي في الفتره اللي فاتت او خلال من بدايه الموسم السنه دي بالتحديد؟ لو جينا نتكلم مثلا عن ماتش امبارح، الاهلي قدر يوصل للجون كتير جدا، ضيع عدد فرص مهوله، ولكن الفكره للاهلي مش في ان هو بيوصل للجون او ما بيوصلش، هو الاهلي بيوصل ولكن ليه بيضيع؟ لعيبه الاهلي عندها مشاكل كتيره جدا في انهاء الهجمه، الفكره مش فكره مهاجم بس او انا عندي مهاجم او ما عنديش مهاجم. الهجمات اللي جت للعيبه الاهلي امبارح ما جاتش لمهاجم النادي الاهلي، الهجمات جت انفرادات لكريم فؤاد، لاليو ديانج، لطاهر محمد طاهر، وكهربا كمان جاله اكتر من كوره. فهي الفكره مش في اخطاء وارده للمهاجم النادي الاهلي بس، قد ما هي مشكله عامه في الفينش بالنسبه لمهاجمين النادي الاهلي، سواء الونجات او حتى لعيبه الوسط زي اليو ديانج، برده في مشاكل ظاهره جدا في الانهاء. طيب ده لو هنتكلم في خاصيه الانهاء او عدم التسجيل. طب مراحل اللعب ايه اللي اختلف فيما يخص النادي الاهلي السنه دي عن الموسم اللي فات؟ السنه اللي فاتت الاهلي كان دايما هو الفريق اللي بيضغط، هو الفريق دايما اللي عايز يستخلص الكوره، عايز يجيب الكوره في اسرع وقت ممكن، بيضغط على الفرقه اللي قدامه من بدري، بيضغط من الثلث الاول من الملعب للفريق المنافس. ولكن السنه دي الاهلي عكس الموسم اللي فات، الاهلي السنه دي بيلعب تحت الكوره، بيلعب ضغط متوسط. السنه اللي فاتت كان الاهلي بيلعب من ضغط عالي ضغط متوسط على مدار المباراه، لكن السنه دي الاهلي دايما بيلعب تحت الكوره، بيستنى الفريق اللي قدامه هو اللي يبادر بالهجوم ويلعب على التحولات. المباراه امبارح رغم تواضع اداء يانج افريكانز والاختلاف المهول في الجوده ما بين لعيبه الاهلي ولعيبه يانج افريكانز، لكن كنا دايما حاسين لعيبه يانج افريكانز في اي لحظه تقدر تسجل في الجون. قد كان في حين ان انت كنت خلاص في اخر ثلاث دقائق من المباراه متقدم 1-0 ويدخل فيك جون بعد دقيقتين بس من تسجيلك في الهدف الاول، عندك قصور كبيره. طب شريف عندك ارقام، يعني قدرت ترصد ارقام معينه من مباراه الامس مثلا، سواء في انهاء الهجمات، في الاستحواذ، في التسديد على المرمى؟ هي مش ارقام بالشكل الفعلي قد ما احنا ممكن نتكلم على الاسباب اللي سببت المنظر اللي احنا اتفرجنا عليه امبارح، والمنظر مش في ماتش يانج افريكانز بس، ده من ماتش سموحه كمان والماتشات اللي قبله. يعني لو انت مثلا عايز تتكلم عن الارقام، في ماتش سموحه النادي الاهلي جاله 14 كره ركنيه، 14 كره ركنيه النادي بحجم النادي الاهلي ما قدرش يسجل منها ولا جول على مدار 90 دقيقه، فدي برضو علامه استفهام كبيره جدا. يعني احنا لو جينا مثلا نستعين مثلا بالانديه الاخرى ونشوف مثلا ازاي بيستفيدوا من الكرات الثابته او مدى جوده الكرات الثابته او فايدتها للانديه، ماتش زي ده قدام الفرق اللي بتتكتل دفاعيا قدامك وبتبقى كل اعتمادها ان هي تلعب بال11 لاعب تحت الكوره وبتلعب بلوك، انت بتبقى محتاج كرات ثابته هي اللي تحللك الماتش ده، هي اللي تجيب لك الثلاث نقط. فلو انت مش مهتم بالكرات الثابته او مش مديها القدر الكافي من الاهميه والتدريب والافكار، فمش هتقدر في ماتشات زي دي تكون مقفوله عليك ان انت تخلص بكره ثابته، زي مثلا ماتش الوداد السنه اللي فاتت في فاينل الكاف اللي خلص لنا الماتش واللي جاب لنا البطوله كره ثابته. فده الاختلاف الكبير جدا اللي ظاهر في النادي الاهلي السنه دي. عايز اروح معاك السنه دي مش مهتم بالنقاط الصغيره دي عشان اكسب بس اكتر وقت ممكن معاك. المفاجاه في البطوله السنه دي ممكن الاهلي نتائجه او اداؤه ليس طبعا المستوى الموسم الماضي، ولكن في نفس الوقت برضو عندك الترجي بيخسر، الوداد بيخسر جولتين وممكن يخرج ويودع البطوله مبكرا، وهو وصيف الدوري الافريقي، وصيف دوري الابطال، وصيف نسخه السوبر قبل الماضيه امام نهضه بركان. تبص على شباب بولزداد بيخسر، تبص على بيراميدز بيخسر، سان داونز خسر، ويمكن امبارح على عايز اقول لك برضه على نقطه يمكن كانت غريبه بالنسبه لي، اول تغيير لرولاي ميكوينا مدرب سان داونز كانت في الدقيقه 75 وهو متاخر بهدف في الدقيقه 60. فعايز اعرف تعليقك على فكره ان الفرق الكبيره برضه السنه دي في دوري الابطال بتخسر في الجولة الثانية خاصة الفرق العربية. خلينا نقول ان الكرة الافريقية اتطورت بشكل ملحوظ جدا في الفترة الاخيرة، حتى الفرق الصغيرة بقى ليها انياب وبقى ليها خطورة على الفرق الكبيرة، ما بقاش في الجاب الكبير او الفارق الكبير ما بين الاندية الكبيرة والاندية الصغيرة. يعني كلنا اتفاجئنا
امبارح بخساره بيراميدز طبعا، وخساره ممكن تكسيه بشكل نهائي من دور المجموعات في دوري الابطال. فزي ما انت قلت ما بقاش الفرق كبير جدا ما بين الفرق الصغيره والفرق الكبيره، الكوره بقت علم كبير جدا، فانت بقيت بتقدر ان انت تقلل الفوارق بمجرد ان انت تركز على نقاط الضعف ونقاط القوه اللي في الفريق اللي قدامك، تقدر ان انت ازاي تستغلها وازاي تشتغل على نقاط قوتك وازاي ان انت تهدد بيها الفريق اللي قدامك، زي ما حصل في ماتشات امبارح اللي انت ذكرتها بالنسبه للترجي وبالنسبه للنجم وبالنسبه لبيراميدز. فده اللي قلل الفوارق في الكوره ما بين الكوره في الكوره الافريقيه ما بين الانديه الكبيره والانديه الصغيره. يعني احنا لو بنتكلم عن فرقه بحجم سان داونز، انت بتقول ان مكوينا امبارح عمل التبديل في الدقيقه 75، ملعب مازيمبي من اصعب الملاعب اللي تقدر تلعب عليها في افريقيا، هو مش من قوه مازيمبي قد ما هو جوده الملعب والصخب الجماهيري اللي موجود والضغط الجماهيري اللي موجود هناك، مش اي فرقه تقدر تلعب في ملعب مازيمبي مهما كان. حتى مازيمبي مش في افضل مستوياته الحاليه ومش هو ده مازيمبي المرعب اللي كان موجود من سنين فاتت، لكن يظل الملعب ده من اصعب الملاعب اللي انت تقدر تلعب عليها من حيث المساحه ومن حيث الضغط وجوده الارضيه. ده غير طبعا ان مازيمبي ابتدى يستعيد مستواه تدريجيا، يعني سان داونز قصاد ان هو لسه كسبان الدوري الافريقي ومن اقوى الفرق الافريقيه ان لم يكن اقواها دلوقتي، برضه قدر ان هو يتغلب قصاد فرقه زي مازيمبي وصعب المجموعه على بيراميدز. فاحنا خلينا نقول ان الكوره دلوقتي اصبحت علم لا يستهان به، لازم ان احنا النادي الاهلي لو عايز يستمر على القمه لازم يستعين بالعلم باكبر قدر ممكن. طيب، من ناحيه الاهتمام بالضربات الثابته، من ناحيه الاهتمام بتطوير الاداء وتحليل الاداء. اخد رايك سريعا، المجموعه الاولى ترشح مين يتاهل ما بين سان داونز ومازيمبي بيراميدز وزيبو؟ بعد خساره بيراميدز امبارح هيكون سان داونز ومازيمبي. طيب المجموعه الثانيه الوداد اسيك سيمبا جالاكسي البتسواني. الوداد وسيمبا. الوداد مفاجأة. المجموعة الثالثة الترجي النجم الهلال بيترو أتلتيكو. بعد دلوقتي هو بيترو أتلتيكو هيكون هو الأوفر حظا، ولكن ممكن نقول بعديها هيكون الهلال السوداني. يعني الترجي والنجم بره، أنت توقعاتك كلها مفاجأة. المجموعة الرابعة الأهلي بلوزداد يانج أفريكانز ميديام الغاني. ان شاء الله النادي الاهلي هيكون على الصداره، وهيكون بعدها اتوقع هيكون ميديام هو الاقرب من السعود على المركز الثاني. ميديام توقعاتك كلها مفاجاه. استاذ شريف عبد المنعم بشكرك شكرا جزيلا، كان معانا بالتاكيد من خلال زوم للحديث عن نتائج الجوله الثانيه من دوري ابطال افريقيا وترتيب المجموعات واداء الاهلي امام يانج افريكانز. فاصل ثم نواصل. المواقع الرياضيه وحسابات السوشيال ميديا في ترند الاهلي النهارده تحديدا كلامها على الاستعداد لمباراه بلوزداد وعوده السوليه والصفقات والغيابات والمؤجلات المتعلقه بمباراه الاهلي في الفتره اللي جايه. نطلع نتابع كل التفاصيل دي في اخر اخبار الترند. سريعا نروح مع بعض للبدايه مع ترند الاهلي، والبدايه في ترند الاهلي النهارده حساب الوطن سبورت بيقول ان كولر بيطلب فيديوهات بلوزداد واخطاء اللاعبين مسجله. كولر على حساب الوطن سبورت ومصدر بيقول ان طلب من الجهاز المعاون ضروري تجهيز فيديوهات للفريق الجزائري من اجل دراستها قبل المواجهه يوم الجمعه اللي جايه، كمان بالاضافه لكده طلب فيديوهات توضح اخطاء لاعبي الاهلي. يعني هو تقليدي طبيعي جدا ان الفريق بعد مباراه وباستعداد لمباراه ثانيه يتفرج على المنافس ويبقى فيها هايلايتس لفريقك عشان تتكلم مع اللاعبين في المحاضره عن الايجابيات والسلبيات. طب حساب سبورت 360 مصريه بيتكلموا على السوليه، بعد غياب 163 يوم عمرو السوليه يعود للمشاركه في وسط ملعب الاهلي. دي اول مباراه للسوليه في الموسم الجديد بعد فتره غياب في الفتره الاخيره. الحمد لله على السلامه يا ابو ليلى. نروح لحساب بطولات وبيقولوا على بيرسي تاو بهدفه في شباك يانج افريكانز، بيرسي تاو يصل الى الهدف رقم 23 مع الاهلي في جميع البطولات، ولكن هذا الهدف هو الهدف التاسع افريقيا، يعني 9 اهداف في دوري الابطال
و14 هدف في المباريات المحليه ما بين دوري وكاس ومباريات سوبر. نروح لمودست وكوره بلس النهارده، او يلا كوره يلا كوره، في تصريح لعامر حسين عضو اتحاد الكوره والمشرف على اداره المسابقات، بيقول ان الاهلي هيلعب مباراه في الدوري عقب انتهاء بطوله السوبر المصري في الامارات، وبعد ذلك سيتوقف الدوري بسبب امم افريقيا، وستلعب بطوله كاس الرابطه في فتره كاس الامم، وبالتالي الاهلي عنده اربع مؤجلات، البلديه وزد والاتحاد والزمالك، المباريات الاربعه دي هتتلعب بعد كاس امم افريقيا، وبالتالي الاهلي حتى كاس الامم مش هيلعب الا سبع مباريات في الدوري فقط. طيب نروح لبعد كده معانا في ترند الاهلي ومودست. كوره بلس النهارده بيقول ان مودست تحت التقييم في الاهلي خلال الخمس مباريات المقبله حتى انتقالات يناير. عموما ننتظر ونرى، ولكن هنشوف ايه اللي هيحصل ايه في الساعات اللي جايه. اخر حاجه في الوطن سبورت بيتكلموا على ميركاتو الاهلي في يناير، ثنائي من المصري وانبي يقترب مع حسم صفقه نجم فيوتشر، وانا باكد لكم ان هذا الكلام غير صحيح، حتى هذه اللحظه لم يحسم الاهلي ملف انتقالات يناير ولا الصفقات اللي هتنضم في شهر يناير. فاصل ثم نواصل. اهلا بحضراتكم من جديد، والجزء الاخير من برنامج الترند، واروح بسرعه للترند المحلي. في خبر مهم اليوم السابع بيقولوا ان اتحاد الكره يدرس تقديم طلب لاستضافه كاس العالم للشباب 2025. عايز اقول لكم على مفاجاه، الفيفا بعت في 15 نوفمبر لكل الاتحادات لمن يرغب في استضافه كاس العالم تحت 17 سنه وكاس العالم للشباب تحت 20 سنه في عام 2025. بكره اخر موعد لتقديم طلب الاستضافه يوم 4 ديسمبر. هنشوف بكره اتحاد الكوره مع الوزاره هيقدمه بشكل رسمي ولا لا. معلوماتي في رغبه، ولكن بكره الموقف الرسمي في تقديم طلب الاستضافه. نروح للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، رايكم في نتائج الجوله الثانيه والفرق اللي بتنافس وشكل المنافسه بعد خوض مباراتين في دوري الابطال. رمضان بيقول منافسه شرسه جدا، وخصوصا بعد تعثر فرق كبيره في القاره مثل الوداد وصن داونز وظهور فرق حديثه بشكل مغاير عن سابق اعداء بالبطوله. عموما المجال ما زال مفتوح للجميع، اما بعوده الكبار بقوه او اثبات الجداره حديث العهد بالبطوله والمنافسه بقوه للنهايه. نروح لفتحي بيقول مع نظر على النتائج وترتيب المجموعات نجد ان الفرق تتدرج في المستوى حتى في نفس المباراه، والمنافسه قد تشهد دخول فرق جديده للحصول على البطوله، ولكن انا نتمناها اهلاويه باذن الله. ناخد كمان رأي سامح، بعد خوض جولتين المنافسة شرسة على البطاقة الصعود، البطولة يا رب تكون أهلوية، في ظهور ضعيف للفرق الكبيرة المصنفة، نتائج مخيبة للأمال ما عدا الأهلي، ظهور مميز لبعض الفرق الحديثة حديثة العهد، الترجي، النجم، الوداد، بيراميدز خارج المنافسة. ناخد كمان رأي تاني معانا، نورة بتقول مساء الخير، المنافسة فيها مفاجآت كتير غير متوقعة، واحتمال نلاقي فرق كبيرة تخرج من دور المجموعات، الناس كلها عندها يعني شغف إن المسابقة فيها مفاجآت. هاني بيقول مساء الخير، من الواضح ان كل موسم لدوري الابطال ياتي بشكل خاص، حتى الان نجد بعض المفاجآت والنديه والاثاره من بعض فرق المستويات المتوسطه، وسيكون هذا الموسم لدوري الابطال به نديه وقوه من البدايه للنهايه، وبعون الله كل التوفيق لنادينا الحبيب النادي الاهلي بطل القاره. دي تعليقات كل الساده المشاهدين اللي شاركوا معانا في الاجابه على سؤال حلقه اليوم من برنامج الترند. في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وغدا لقاء جديد. شكرا وإلى اللقاء.